اهلا بحضراتكم وتحياتي ليكم. في حاجه، سؤال جالي جميل جدا حبيت اقول لكم عليه، برضو مهم جدا. في حد بعت لي قال ان هو كلوا الفورمولا، يعني حاجه معموله فيها حاجه لزياده الوزن وكده، وبعد ما عملوا الحكايه دي بصوا لقوا ان الوزن مش بس بيزيد، لا ده السكر كمان بيزيد، يعني السكر عالي جدا، وتحليل طبعا السكر فظيع، يعني فوق الطبيعي، يعني ممكن يوصل 400 500. فالمهم بصراحة السؤال عجبني في ايه، بقى اقول لكم معلومة مهمة جدا. لقوا الفورمولا دي اللي هي الحاجة اللي هي خدتها فيها كورتيزون. طب هل الكورتيزون يرفع السكر في الشخص الطبيعي؟ لا، هو يفضح المريض اللي عنده قابلية انه يحصل له سكر. هل الضغط العصبي يرفع السكر في الشخص الطبيعي؟ لا، هو يفضح المريض اللي يبقى عنده قابلية لموضوع السكر. فاللي لازم نفهمه ان ده نعمة من ربنا حصلت، وانتبهنا ان احنا عرضة ان احنا يحصل لنا حاجة زي كده. عشان كده انا بعتبر ده شخص محظوظ، هيروح السكر منه؟ هيروح، لكن هو خد درس انه ما يلعبش بعد كده مع النشويات والكربوهيدرات والحاجات الحلويات والكلام ده. انا بعتبر ان دي فرصة كويسة جدا ان هو اكتشفها بدري، ولو عمل التراكمي هتلاقي التراكمي بتاعه طبيعي لانه اكتشف الموضوع بدري جدا. عشان كده اللي انا بقول لكم عليه، ارجوكم ما تقلقوش ولا تتضايقوا من ارتفاع السكر بعد الادوية. الادوية اللي بتعمل ارتفاع في السكر زي الكورتيزون من الحاجات اللي بتعمل ارتفاع في السكر جامد جدا، يعني واحد داخل بيعمل عملية او واحد عمل حاجة فكان يقول لك ده بيفضحه، يعني بيقول له ايه انت كنت عرضة، لكن هو مش السبب، مش هيبقى هو اللي عمل لك السكر والحاجات دي. لازم نفرق ما بين سبب السكر وان كورتيزون رفع السكر. هو هيرفع السكر بس في الشخص الطبيعي، بدليل حاجة اقول لك عليها، الناس اللي عندها روماتويد والناس اللي عندها الذئبة واللي عندها الأمراض المناعة كلهم بياخدوا كورتيزون بكميات عالية جدا، واللي عندهم مشاكل في الكلى ورغم كده ما تلاقيش عندهم سكر، ويبقى قاعد سنين طويلة بياخد فيها ومفيش أي. في واحد تاني ياخد إبرة ديكساميثازون، أفتكر أنا الجماعة بتوع حساسية الصدر، تلاقيه مثلا خد إبرة ديكساميثازون أو كورتيزون، يجي لك العيادة بعد كده داخل عليك ماسك إزازة مية، تعرف على طول إنه جاله سكر، قاعد بقى يشرب مية و ريلاكس خالص، هدي نفسك خالص، بس بعد كده تحاول تتحرى الدقة انك انت ما تاخدش الادوية بتاعت اللي فيها كورتيزونات اللي ممكن ترفع السكر عندك. الضغط العصبي الحادثة يقولك ده انا اصل زعلت جالي سكر، او اتعرضت الحادث فجالي سكر، كل ده بيفضح مريض السكر اللي هو السكر الكامن اللي عنده اللي ما كانش يعرف بيه، ولبعد ما عمل اللي اتعرض للموقف اللي هو اتعرض دي حصل ليه السكر. دي معلومة سريعة حبيت اقولها لكم، ودي حاجة ما تزعلكوش، دي حاجة تفرحكم ان انت اكتشفت الموضوع بدري. تبدأ فورا بنمط الحياة الجديد، تبدأ فورا بالصيام المتقطع، لو وزنك مليان بتبدأ تعمل الدايت بتاعك وتبدأ تمارس حياتك بطريقة افضل. تحياتي ليكم، وارجو ان يكون الفيديو مفيد ليكم، واشوف اسئلتكم ان شاء الله. شكرا ليكم.